ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة. الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبثا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل. اليوم تم افتتاح بير ماء متوضع لقرية صدقة جارية عن الشاب المرحوم محمود محمد حسين أبو يوسف أبو مخ باقة فلسطين. نوع البير الكهربائي والمواضي بإشراف تراحم صناول الخير، جزاهم الله خير الجزاء وحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المواضي في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم ورحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين.